الخير عليكم البنات. الوصفة تاع اليوم هي عشية وخفيفة بالفلفل المشوي. قبل ما نبداو الفيديو ما تنساوش تابونيو وتبارطاجيو القناة تاعنا. حاجة الاولى، الفلفل كي تشويه ما تستعمليش كامل الماء، يعني نقيه بلا ما تستعملي الماء باش تقعد البنة تاع الشوية نتاعو. تحقو بطاطا مقلية، تحقو فرماج، تحقو لاصوص طوماط. على بالي بلي كامل تعرفوا ديروا لاصوص طوماط، طوماطيش ملحيه وطوماطيش كونساو، الثوم، زعتره، هادو كامل تعرفوهم، وزيت وفلفل الكحل. تحقوا جبن مبشور. حاجه الاولى واش نديروا، تحقوا حاجه الاولى عندنا سنيوه ولا مول تاع الزجاج كيما حبيتي، دهني بالزيت برك. من بعد نحكمو الفلفل تاعنا اللي شويناه، نفتحوه هكا، نديرو فرماج، نديرو هذيك البطاطا المقليه، منديروش كميه كبيره، ونروليوه. بهذه الطريقة نحطوهم في السنيوة تاعنا، يعني حاجة سهلة. الزريعة لازم نحوها، ونرونيو عادي هكا بهذا الشكل. واش نديرو دوكا؟ نحكمو هذيك لاصوص طوماط تاعنا، نفرغوها هنايا. عافاكم بلي البطاطا تشرب لاصوص، لاصوص مديريهاش تقيله بزاف. نفرشو هذيك لاصوص، من الاحسن مول تاع الزجاج. انا عندي مول بصح كبير بزاف ما يدخليش في الفرن هنايا. ونحطو هذاك الفلفل تاعنا، حطوا كامل حبات تاع الفلفل، هاني روليتهم كامل. من بعد نديرو الجبن المبشور من فوق، وندخلوه للفوق بس ما ينشف شويه باسكو كلش راهو طايب. الفلفل المحشي تاعنا راهو طاب، جربوا الوصفة خياتي ان شاء الله تعجبكم. نتلاقاو في فيديوهات واحد اخرين، نقولكم بقاو على خير وصحة عشاكم.